السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ملف المفصولين والمفسوخ عقودهم على طاولة العوادي ولجنة الدفاع النيابية. ناقش الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي مع لجنة الأمن والدفاع النيابية جملة من المواضيع التي تهم الوزارة، بينها عودة المفصولين والمطرودين والمفسوخ عقودهم. وذكر بيان للداخلية أن لجنة الأمر والدفاع النيابية استضافت في مبنى البرلمان الوكيل الأقدم حسين العوادي لمناقشة الإسراع بحسم عودة المفسوخ عقودهم والمطرودين والمفصولين من الخدمة والفاحصين وملحق التحويل المدني ومستحقات الشهداء والجرحى. وأضاف أن العوادي قدم شرحا مفصلا عن الاحتياجات المالية للوزارة وطالب بزيادتها في الموازنات القادمة. الدفاع تدعو المفسوخ عقودهم لمراجعة مراكز الاستقبال لإجراء الفحص الطبي. دعت وزارة الدفاع المفسوخ عقودهم إلى مراجعة مراكز الاستقبال لإجراء الفحص الطبي. وذكرت الوزارة في بيان أنها تدعو الذوات المدرجة أسماءهم أدناه من المفسوخ عقودهم مراجعة مراكز الاستقبال لإجراء الفحص الطبي، وكلا حسب المحافظة المذكورة أمام اسمه والموعد المحدد له. وأضاف البيان أنه في حال عدم المراجعة بالموعد المحدد يمنع المراجع في اليوم التالي، سيتم تحديد موعد جديد للمراجعة في نهاية فحص جميع المتقدمين. طلب نيابي باستئناف ملحق تحويل حملة شهادة البكالوريوس من الملاك العسكري إلى المدني. الدفاع تطرح المواصفات المناسبة لقبول المتقدمين إلى الكلية العسكرية. أكد رئيس الأكاديمية العسكرية في وزارة الدفاع الفريق الركن ناصر الغنام أن الأوامر المشددة بشأن الفحص الطبي المثالي للمتقدمين للكلية العسكرية لا مجاملة فيه. وأوضح الغنام على هامش اجتماع في الأكاديمية أن الأوامر المشددة بهذا الشأن لا مجاملة فيها نهائيا، مبينا أن الطول يجب أن يكون 165 سنتيمتر كأقل تقدير، و 164.8 بالعشرة سيعتبر المتقدم فاشلا، أما الوزن لغاية 70 كيلوغرام وأي زيادة سيعتبر المتقدم فاشلا. وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت عن جملة من إجراءات تتعلق بضباط الوزارة، ومنها تحديد أوزانهم والتزامهم باللياقة البدنية، فيما حذرت المترحلين منهم بإحالتهم على التقاعد. طلب نيابي لإضافة فقرة احتساب الخدمة العسكرية للموظفين. وزير الدفاع يوجه بإيقاف التنقلات للضباط والمراتب والموظفين إلى ما بعد جدول الترقية.